أذهب إليك كريستين، أعود إلى الزميل عدنان جان ينضم إلينا من القدس. عدنان، سفرات الإنذار تدوي في تل أبيب في مطار بن غوريون، وصواريخ المقاومة أيضا تطال مواقع أخرى في إسرائيل، هذا بالإضافة إلى المشاورات الأمنية التي يعقدها كبار القادة العسكريين الإسرائيليين. ماذا لديك عدنان؟ بالفعل جمال، قبل قليل دوى صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها بعد أن أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ. هي ليست الأولى هذا اليوم، بل سبقها عدة رشقات أيضا استهدفت مدينة تل أبيب وضواحيها، وأحدى الصواريخ كانت قد سقطت في جنوب المدينة وأدت إلى إصابة مباشرة في إحدى المباني، وعلى إثر هذه الإصابة اندلع حريق في إحدى المباني السكنية جراء الصاروخ الذي سقط في جنوب مدينة تل أبيب. أيضا بين الفينة والأخرى يتم استهداف مطار بن غوريون، وهذا الاستهداف يؤدي إلى تعطل حركة الملاحة الجوية في هذا المطار. عدة مرات فصائل المقاومة الفلسطينية استهدفت هذا المطار منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعطل حركة الملاحة الجوية عدة مرات في هذا المطار الوحيد الذي يتواجد في مدينة تل أبيب. فيما يتعلق بالتطورات السياسية جمال، وكما ذكرت كان هناك اجتماع أمني ترأسه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت مع كبار قادة الجيش ورئاسة الأركان لبحث التطورات سواء على الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة أو على الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان. ومن المتوقع أن يعقد وزير الأمن يوآف جالانت مؤتمرا صحفيا بعد أقل من ساعة من الآن للحديث عن تقييماته لتطورات الجبهتين الشمالية والجنوبية، لا سيما في ظل الحديث المتكرر عن الاجتياح البري الذي تعتزم إسرائيل إجراؤه في داخل قطاع غزة. طبعا اليوم المسؤولون الإسرائيليون أكدوا بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استجاب لطلب أمريكي بتأجيل عملية الاجتياح البري إلى حين تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من نشر منظومة صواريخ دفاع جوي في المنطقة، وأيضا إرسال الطائرات المسيرة وإعادة نشر قواتها في هذه المنطقة. المسؤولون الإسرائيليون أكدوا بأن تل أبيب استجابت لهذا الطلب الأمريكي، وذلك بعد عدة مطالبات كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت فيها إلى الجانب الأمريكي بضرورة تأجيل عملية الاجتياح البري إلى موعد آخر. أيضا موقع ولا الإسرائيلي نقل بأن وزير الدفاع الأمريكي أوستن طلب من او ابلغ وزير الامن الاسرائيلي بان هناك الكثير من العيوب في الخطه الاسرائيليه المتعلقه بقضيه اجتياح قطاع غزه بريا، وربما هذه الامور كلها تدفع الجانب الاسرائيلي الى تاجيل هذه العمليه الى حين استكمال خططها والى حين استكمال نشر الولايات المتحده الامريكيه مزيد من قواتها في المنطقه. هناك حديث جمال اخيرا لو سمحت لي عن امكانيه التوصل الى هدنه انسانيه من اجل الافراج عن الأسرى الموجودين في قطاع غزة، بالإضافة إلى السماح بخروج الفلسطينيين ممن يحملون جوازات سفر أجنبية، لكن حتى هذه اللحظة هي اتفاقية لم يتم التوصل إليها بشكل كامل، لكن الحديث يدور عن إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل والفلسطينيين بخصوص إطلاق سراح الأسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وخروج الفلسطينيين ممن يحملون جوازات سفر أجنبية. جمال، ونحن نتابع الآن هذه الصور عدنان اعتراض القبة الحديدية لصواريخ المقاومة في تل أبيب والتي دوت على أثرها مباشرة سفرات الإنذار. بعض هذه الصواريخ استهدف مطار بن غوريون أيضا. شكرا جزيلا لك عدنان جان، كنت معنا من القدس. قبل أن نتابع مع